عارف يعني واحد زي فراس الشواط ده اللاعب التونسي المحترف في النادي الاسماعيلي، جه ايام المهندس يحيى الكوم، دلوقتي رافع قضيه وبتاع والكلام ده كله ويطالب بمستحقاته. طب ايه الموضوع بتاعه؟ الموضوع بتاعه انه اتعمل له عقد لمده 3 سنوات بقيمه $1,000,000، يعني $1,000,000 بتتكلم يعني لو مش هتعرف تجيبه بالرسمي دلوقتي محدش هيديه لك رسمي، فبتتكلم على في السنه يعني بتتكلم على رقم كبير، بتتكلم على 40 مليون تقريبا جنيه مصري. هل يا اسماعيلي انت عندك تدي كل شهر 12 13 مليون جنيه للاعب وبعدين عاملين له كمان مقدم مش عارف ايه، مقدم تعاقد ها 40,000 دولار وما تدفعش حاجه؟ فالراجل قال لك لا بقى انا ما اخدتش حاجه وما حصلش في المده اللي فاتت دي كلها غير على 90,000 دولار من عقده، فرفع شكوى لفسخ التعاقد وعايز ياخد العقد بكامله، العقد بكامله يعني عايز $1,000,000. اخد من $1,000,000 دول 90,000 دولار. طب الاسماعيلي النهارده لما جه المهندس يحيى الكومي يتعاقد معاه، مع كل الاحترام للمهندس يحيى، هو انت يا باشمهندس عارف امكانيات النادي الاسماعيلي؟ وانا هنا بتكلم على الاسماعيلي كمثال على فكره، لان في انديه اخرى مش عايز اتكلم دلوقتي واقول اسماء بتترمي المليونات الدولارات على الارض، بتترمي على الارض. فزي ما انا بدور عليك انت كمان دور عليا. فالنهارده النادي الاسماعيلي لما يعمل عقد بهذا المبلغ وهذه القيمه وانت ما عندكش ايه مدخلاتك؟ ايه مدخلاتك اللي تقدر تحط من خلالها الرقم ده؟ يعني مسألة صعبة جدا. وبالتالي النادي يئن وداد أنينه، النادي يئن وداد أنينه. فده بس حبيت ايه اتكلم في الحتة دي عشان مش كل حاجة نقول ايه الدولة، ما هو برضو لازم انت يعني احنا لو بنطبق قواعد اللعب النظيف اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي موجودة في العالم كله وموجودة في معظم الدول العربية، ان في لجنة كوميرشال، لجنة اقتصادية تتبع رابطة اندية المحترفين، اول كل موسم كل نادي بيقدم ميزانيته، مدخولاتك ايه ومصاريفك ايه. واتحاد الكورة قال الكلام ده بداية الموسم ما عملش حاجة خالص خالص. طب ايه قواعد اللعب النظيف دي؟ ان ما ينفعش تكون مصروفاتك اكتر من ايراداتك، ما ينفعش. ما ينفعش يبقى داخل لك 100,000 وحضرتك في الورق بتقول لي هصرف 200,000، طب ال 100 الفرق دول هتجيبهم منين؟ هتجيبهم منين؟ وبالتالي اذا طبقنا قواعد اللعب النظيف دايما مطبقه في العالم تقريبا كله وفي معظم الدول العربيه هنقدر على الاقل نحجم من الامر. واحد يقول لك ايه؟ طب ما انا لو ما جبتش لعيبه مش عارف ايه؟ ما انا مش هقدر اجاري الاهلي. يا سيدي الاهلي والزمالك دول بشعبيتهم وتاريخهم وارقامهم وحكاياتهم ورواياتهم طبيعي بيجي لهم ايرادات، الاسم بيجيب فلوس، الاسم بيجيب فلوس، ده وضع طبيعي. يعني لما تروح مثلا للفن هتلاقي مثلا عمرو دياب ده في حته لوحده مثلا مثلا، وبعدين مثلا يجي حمائي، وبعدين يجي اللي اسمه تامر ده، وبعدين مش كل واحد بتمنه حسب اسمه، مع كل احترام لكل الاسماء طبعا، حسب اسمه. فده اسمه كده، اسمه بيجيب فلوس خلاص. في دكتور شاطر جدا بيعمل العمليه ب 300,000 جنيه، نفس العمليه دكتور تاني ما عندوش الاسم ده بيعملها ب 20 و30 و40. هذا هو الامر يعني، هذا هو الامر في العالم كله. تمام تمام طيب.